اسمي بتيل مرزوق وعمري 10. أحب الرقص وكرة وجيمناستكس. أحب أرسم، يعني رسامة شوية، وأحب أقرأ. العقل ideas، مخنا يجيب ideas answers، يعني if you're smart مخك سمارت. روحي حمام. مخي يقول لي أسوي ده بس أنا أسوي شيء تاني. لما أحد يسألني شيء أفكر مع مخي. ولما أزعل أتكلم مع مخي. كنت أخاف من البساس بس دحين كده خلاص عقلي كبر. ممكن أروح أنام عشان أتحمس عشان أحلم. كيف في الأحلام تحسي نفسك مريحة؟ عشان أحس الأحلام كأنها فيلم حلوة. أحيانا your dreams come true. أحب مخي عشان هو يخليني أسوي كل شيء. إنه كده مخك صار مبسوط. كلامزي، أنا كلامزي وما أبغى أصير كلامزي. لما أسوي شيء غلط أعصب على نفسي. عادي لو سويت شيء غلط، عادي أقدر أتعلم. takes time، ياخد وقت. كل أحد يقدر. it's not يعني everything is possible. there's nothing impossible that you can do. ممكن أنصح الناس يجربوا أشياء جديدة ويخرجوا من their comfort zone. bullying. في 2 أصحابي هم تضاربوا. هذه دائما تتكلم على ديكا وسمتها اسم. لما يكونوا حلوين نمروا على الناس اللي مو حلوين. يعني ما أحب أصحابي يتضاربوا عشان كلنا نكون مع بعض. في واحدة كانوا يعني كل مرة تسوي شيء يزعقوا عليها، وأنا كده أطول عليهم ليش؟ يعني خلاص لو ما سوت شيء لا تزعقوا عليها، لو سوت شيء قولوا لها لا تسوي كده وخلاص. لو تنمروا كده هيصير لهم عشان حياتهم مو حلوة. يمكن عشان في ناس من حياتهم كده مو حلوة يصيروا مين they're jealous. حياتهم يعني مو كويسة. في ناس عشان كده يتنمروا عشان هم حلوين ودولا كلا. ولازم تكوني طيبة عشان حياتك تصير حلوة. أسيبهم عشان عارفة شيء هيصير لهم. ما بتضارب أنا. وقفوا التنمر. وممكن يضروا ناس عشان ما هيستحملوا هذه الطاقة السلبية. religion. الله حلو. أكون متوترة أقرأ كذا ما كل شيء ينزل. في كلاس حق إسلاميات بنحفظ صورة وأنا على طول أنام. إيش مرة يعني القرآن يريح. آية الكرسي عشان لما تخافي مثلا تقرأيها. أيوة يعني لما أنا أخاف أقرأها بعدين ما صرت تخاف. الأكل هذه أحلى هدية. أيوه. ربنا أدانا هدايا مرة كثير عشان كده أنا أحب أشكر ربي. أحلى شيء في ديننا الإسلامي إنه إحنا ناس طيبين.